بيكم في الدمق شترقتق. من الدمق اليوم جاكم من جرومبيليا، من قلب جرومبيليا باش نجربوا مصلي علوش. مشينا عند التيجاني، قال لك يا سيدك يا من سيدك هذيا ادريس انكونتورنابل، لازمكم تمشيو لجرومبيليا تجربوا المصلي علوش، وعندهم راس علوش مصلي زاده. هذوما زوز حاجات الناس كل يحكيوا لي عليهم. شنو هذا؟ دونك قلنا اليوم علاش ما نخطفوش رواحنا لجرومبيليا وقريبه 35 مينوت جينا قد قد، اما احنا خلطنا قد قد مع الوقت خاطر هو يكمل الاربعه. دونك خلينا نشوفوه نمشيو باش نجربوا مصلي علوش ونشوفوا الاجواء. ان شاء الله نخلطوا حتى على سوغي دانيو ان شاء الله. يلا نعرف جرومبيليا، كي تجي لجرومبيليا تقول التيجاني لان معروفين بالمصلي. الحمد لله فهمتني، عنا مصلي علوش، عنا مصلي راس علوش، عنا مصلي بقري، وعنا مصلي دجاج، عنا كمونيه بنينه، عنا حوت زاده مشوي، عنا لوبيا مرت خضره ومقارونه بالحمى علوش. عنا حاجات ان شاء الله في الشتاء مدفونه وتولي برشا حاجات. فما ناس مثلا معروفه بالكبتاجي والصحن التونسي، فما ناس معروفه تعرف بالمصلي كلها باش تعرف. ولد حنيفه ولد باه، ولد حنيفه يجي يفطر بعدنا يجيب لنا، تعرف يجيب لنا مثلا شقاله معبيه باللبلابي، ما يجيش عنده فارغه، يجيب لنا البلابي ويجي يفطر بحذان. ما حلي والله. نحن الناس تجي من تونس تبدا تخرج من الخدمه تجي تفطر تعاود ترجع نص ساعه 40 كيلومتر فهمتني، نص ساعه يعاود يرجع الخدمه فهمتني. الناس تجي بالذمه، كلموني في التليفون وقال لي انا جاي في الثنيه بالله حضر لي فهمتني. يبدا مثلا يبدا واحد جاي مخر فهمتني، يجي المره الاولى ما يلقاش يولي ياخذ نمره تليفون يكلمني يقول لي خلي لي مثلا واحد ولا زوز علوش اللي يحبوه فهمتني. كي يجي يلقى منحيك ما نطو على شيء، لما تخرج لما تبدا شبعان فهمتها. نحن بقلت ربي كي تفطر لنا راك ما تتعشاش، وكي تفطر تقعد في بلاصتك تبركل لك 10 نجم تقوم فهمتني. اغزلي نحن المصري يحضر نص النهار ما ثلاثه نص لاربعه تقاوفة توانس تحب تمخميه خرا تحب تاكل. فما ناس تحبك البيتزا وكذا، فما ناس تحبك الحاجه تروي العظم كما نقولها. هاي مش تربيني. الله الله ظاهر يذوب هذاك كتفك هذايا يذوب ذوبان. دونك فرد وقت زاد تعملوا الكوتليت. هاي هذيك كوتليت علوز، هي الريحه تبارك الله. البقري فما كوتليت نفهموا فهمتها، هي فاح معناتها راهو العمده معناتها يلزمك تفوح، تعرف كيفاش تفوح بالكدا والكاليتي نتاع الحم والكوشه زاد اللي طيبها يلزم زاد فيها حكمه، مش معناتها سخن وطيب كما تحب فهمت. لازمك تعرف قداش تحطها نار هاديه باش تجيب سله سله كما نقولها. واللحمه كي تبدا صغيره تجيب حاجه باهيه وتجيب بنينه. اللحمه تبارك الله اللهم صل على النبي، اللحمه تقريبا 400 غرام فهمتني، سواء في العلوش ولا في البقري، ومع السلات ومع الصوص السويت نتاعه فهمتني. والفاح راه هو الكل، تيجاني تبارك الله معروف في تونس كامله الحمد لله. حتى كي نبدلوا في الديكور ما حبوش نبدلوا برشا، حبوا نبقوا كل البلدي كما نقولها. حاجه زمنيه وحاجه نظيفه وتعب. هي رسمه تحس روحك كانك تاكل في الدار فهمت، ماكله عربي، ما تحسش حاجه اللي بجبونات وكل واحد اللي ماكله عربي ديري، اللي يخرج يبدا يقول لك يرحم والديك الحمد لله. جماعه الله الله، شيخات شيخات شيخات، هذا سوغي دانيو وهذا الكتف ملا جو، وهذه اللوبيا كمونيه هذه ملا جو، ريحته تشهي على الاخر. هوني نعطيكم لوبيا تاخذوا كتف ولا سوغي دانيو، هي مش نتاع سكينه. الله 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 الله، مش تسكينة يا غيوب. حب نوريكم اللحم كيفاش يذوب في الفم، هبيلة هبيلة هبيلة، مش تسكينة يا غيوب، فرقيتها وسكينة. اسمع هما يعطيهم الصحة جابوا لي فرقيتها وسكينة والجو الكل، أما هذا متاع تشمر على يديتك وتغطس، والله حاجة بنينة على الأخر. هبيل هذا اسمها تبكي الطيور، تبكي الطيور حاجه ياسر بنينه، ياسر ياسر بنينه. يلا هذه باغ كونتخ لازمها فرشات. فوالا ملا كمونيه، كل شيء بنين. هبيل الكمونيه اقل حاجه عندنا 70 80 سنه خدمه. انا الوالد تو توفى عنده 14، وكل خدمه الوالد هذه الاكثريه هو جدي الله يرحمه زاد خدم واحد، اما اللي طور واللي وصل لشيء الله هو الوالد، هو اللي معناتها كبره ما كانش شكر الصونو، كان حد معناتها بارتي صغيره راه وتبارك الله كبره واحد الحمد لله الله يرحمه. وختم وامسك كملنا كلينا كويس سيترونات تويكا يام 66 كيف منين الكريشه اكا هاو توا سيفسيكو بيب عليوا تعرفش. نرجعوا لتونس مش بعيد على وسط البلاد 35 مينوت، ما تنساوش لادغيس عند التيجيني تلقاوها في جوجل ماب يهزكم يوصلكم وين هو بالضبط. حسيلو ان شاء الله عجبكم البون بلون تاع اليوم، نبوسكم برشا، تشاو.